الجدير، ونتمنى أن يكون عاما حافلا بالمحبة والوئام والسلام. وحين يوجه الشاب بوصلته نحو المشاعر الإنسانية الصادقة المحبة، نكون مع شاعرين استثنائيين. شكرا سعادة السفير، شكرا الأب للجميع الشاعر محمد سرحان. أنا باسمي وباسم فريق شذا الروح أقدم من خلال برنامج غيب من فايض تكريما للصديق محمد سرحان والأديب والكاتب والناقد. الألقاب كثيرة لا تعد ولا تحصى. سأقدم الشاعر الذي لا يقل أهمية، الشاعر سعيد يعقوب الأقرب إلى الشاعر محمد سرحان، ليقول شهادته بتجربة الشاعر الكبير. رحبوا معي الشاعر سعيد يعقوب. مساء الشعر. وعندما أقول مساء الشعر أعني كل الأشياء الجميلة، لأن الشعر يتضمن كل شيء جميل في هذه الحياة، وكل شيء نبيل، وكل شيء سام. ولطالما قلت في مواقف كثيرة إن الشعر هو أرقى سلوك إنساني يمكن أن يمارسه الإنسان. فمرتبة الشاعر قديما وحديثا، وإن أرادوا أن يغضوا من قيمة الشاعر في العصر الحديث وفي زمان الناس هذا، فيقدمون الرواية على الشعر، وأنا أقول لا، لا زال الشعر غضا طريا، ولا زال الشعر ديوان العرب. طلب مني وكلفت من فريق شذا الروح الذي أقدم له شكري خالصا وجزيلا وموصولا على هذه الوقفة التي أقفها أمامكم الآن للحديث عن أخي وصديقي الشاعر الكبير محمد سرحان تحديدا، وليس انتقاصا من أخي وصديق الشاعر الكبير أيضا السفير إبراهيم العواود الذي أسمعنا، أعني إبراهيم، من شعره فرائد وقلائد. وقد لفت نظري أنه استخدم من بحور الشعر ما أحب من البحور وأعتبره أشرفها، وهو الخفيف والسريع والمنسرح. وأنا أعتقد أن كثير من الذين سمعونا لم ينتبهوا إلى المنسرح ولم يعرفوه. أقول في صدد الحديث عن محمد سرحان، ومحمد سرحان يحتاج إلى محاضرة طويلة أو إلى إفراد كتاب حول تجربته الشعرية، ليس لأنه صديق وليس لأنني معجب بشعره، وأعلم كم هو يحب شعري ويكبره، وأعلم أن الكتاب الذي بين يدي قد اختصني بتقديمه كتاب أفاويق ديوان أفاويق، فشرفت بأن قدمت له هذا الديوان. فأنا لست بعيدا عن شعر محمد سرحان، وأكاد أن أجزم بأنني لم أترك بيتا شعريا لمحمد سرحان إلا قرأته، وكانت لي فيه نظرات ونظرات عميقة، وراجعته مرارا وتكرارا، ولم أعتقه من ملاحظات، كما لم أكتمه إعجابي وحبي لشعره وتفوقه. وإذا أردنا الحكم على تجربة محمد سرحان فعلينا أن نرجعه إلى المرحلة الشعرية الحقيقية التي ينتمي إليها. فالمرحلة التي ينتمي إليها محمد سرحان ليس يعني بعيدة بمراحل عن الشعراء الذين جاءوا بعده، فهو صاحب ريادة. والحقيقة أن أول ديوان شعري طبع لمحمد سرحان كان عام 72، وفي هذه الفترة ظهر شعراء كبار في الوطن العربي. ظهر محمود درويش، وظهر توفيق زياد، وظهر سميح القاسم، وظهر
كثر من الشعراء، ولكنهم أخذوا من الحق الإعلامي والشهرة أكثر بكثير من محمد سمحان. وهناك أسباب لهذه الشهرة التي حظوا هم بها وربما لم يحظ بها كما يجب أن يحظى شاعر بحجم محمد سمحان. وهناك أسباب موضوعية وهناك أسباب ذاتية، وأنا لا أعفيه من التقصير في حق نفسه، لأنني دائما ما كنت أقول ولا زلت أقول بأن الموهبة الشعرية وحدها لا تكفي الشاعر ليكون شاعرا كبيرا، إذ لابد من أن تكون لدى الشاعر، يا علي الفعوري وهذه سمعتها مني كثيرا، إدارة موهبة، موهبة تسمى إدارة الموهبة، ملازمة للموهبة الأصلية للشاعر حتى يصل. والشاعر في الأصل ذكي، ولكنه قد يكون حيي فيقصر في حق نفسه كما يقصر في حقه الآخرون. أقول إن محمد سمحان من رواد الشعر الحديث في العصر الحديث، ولا أدل على ذلك من ديوانه معزوفتان على وتر مقطوع، وفي هذا الديوان لا نجد إلا شعرا من شعر التفعيل، يعني ليس فيه شعرا عمودية، ليس فيه شعر عمودي، بل كله من نمط قصيدة الومضة، وهو رائد لقصيدة الومضة، وطرحت أسماء وأشير إلى أسماء أنها هي صاحبة الريادة في قصيدة الومضة، ولكننا نقول لهم لا، هذا الديوان وهذا الشاهد وهذا هو التاريخ، اقرأوا ديوان معزوفتان على وتر مقطوع لتروا قصيدة الومضة. ولا أريد أن أسمي شعراء كبار ادعوها وادعاها لهم غيرهم، فمحمد سمحان رائد في قصيدة الومضة الخاطفة واللمحة الشعرية التي اليوم أخذت طريقا جديدا وبدأوا يكتبونها بمسميات أخرى، الهايكو وغير الهايكو وما إلى ذلك. على كل، أريد أن أقول أيضا أن محمد سمحان صاحب ريادة في المفردات الفلسطينية التي عرفها الريف الفلسطيني وضمنها في شعره، وها هي أشعاره ودواوينه شاهدة بالحق تنطق بالصدق. جمع محمد سمحان من مفردات التراث الشعبي الفلسطيني والريف الفلسطيني، وهو أول من استخدم هذه المفردات، إذا بحكي غلط محمد سمحان قول لي، فهو صاحب ريادة في هذا المجال، وهذا مجال مهم لأنه يشير إلى بصمة وإلى هوية وإلى خصوصية وإلى ريادة. لا أريد أن أطيل في الحديث عن محمد سمحان، ولكن أقول وهو مما يجب أن أقول أن محمد سمحان شاعر كبير وريادي عظيم ومتعدد جوانب الإبداع التي أكلت من جانب الإبداع الشعري الذي أرى أن الشاعر يجب أن يتخصص في الشعر وأن لا يضيع قوته وأن يجيرها لغيره من الإبداع، فنون الإبداع الأخرى، فمحمد نسابة ومحمد ناقد ومحمد أيضا مؤرخ ومحمد أيضا مقدم برامج إعلامي، إذا جاز لنا أن نقول أنه إعلامي أيضا، كل هذه الجوانب أخذت الكثير من شاعرية محمد سمحان. ولو أنه صب هذا الشعر هذا الإلهام وهذا النبوء وهذه العبقرية في مجال الشعر وحده لكان أفضل بكثير مما هو عليه الآن، وما هو عليه الآن هو عظيم وعظيم جدا. فقط أريد أن أقول بأن محمد سمحان يمتاز بأنه صاحب ثقافة موسوعية، وهذا ما نفتقده في شعراء العرب وخاصة أجيال الشباب، لابد للشاعر من أن يكون موسوعية ثقافة حتى يسكب هذه الثقافة في مضامين شعره، لذلك نرى العمق
الكبير في شعر محمد سمحان، نرى الثقافة، نرى الفلسفة، نرى كل ما جمعه من قراءاته في شعره معكوسا في شعره. ونحن اليوم للأسف نقف أمام شعراء من الأجيال الجديدة من الشباب لا يقرؤون سوى الشعر، ولا يقرؤون من الشعر إلا ما هو على صفحات الفيسبوك. فهل هذه ثقافة؟ وهل صفحات الفيسبوك تخرج مثقفا أو مطلعا على تاريخ الآداب والأمم والشعوب؟ محمد سمحان لم يكتفي بقراءته للأدب العربي والتعمق في الشعر العربي، وإنما ذهب إلى الشعر العالمي وتعرف على أبرز شعراء الأمم والشعوب، من الفرس إلى الإنجليز إلى الفرنسيين إلى بوشكين إلى غيره، الروسي إلى غيره من الشعراء. وهذا ما نريده من الشاعر، أن يكون مثقفا وأن يكون قارئا وأن يقرأ أكثر مما يكتب، بعكس ما هو سائد اليوم. يكتبون باستمرار، فكيف يكتبون شيئا عميقا؟ وكيف يكتبون شيئا ذا أهمية؟ لا يمكن ولا يعقل أن يحدث هذا الأمر. علينا أن نقرأ، ومحمد سمحان قارئ من الطراز الرفيع، وأنا أعرف تماما بأن محمد سمحان لم يترك شاردة وواردة في الأدب العربي تحديدا والشعر العربي قديمي وحديثي إلا ألم به. محمد سمحان ناقد كبير، وله كتاب اسمه فن الشعر، وهذا الكتاب يوجد قبله كتاب لأرسطوطاليس اسمه فن الشعر، ولكن محمد سمحان امتاز عن فن عن كتاب فن الشعر لدى أرسطوطاليس الإغريقي، بأنه تحدث فيه عن الماهية والغائية من الشعر. ما هو الشعر؟ ما هي ماهية الشعر؟ كينونة الشعر، سر الشعر حقيقي وجوهر، وما هي الغاية من الشعر؟ أريد فقط أن أختم بجملة ولا أمام مجال الحديث، لأن الحديث عن سمحان لا ينتهي. لا في كثير. إذا أنا أكتفي بجملة واحدة فقط، أقول إنه محمد سمحان تبنى كثير من الأقلام الواعدة والشباب في الوطن العربي وليس في الأردن، ورعاهم وقدم لهم النصف وقدم لهم المشورة وقدم لهم الكثير من اللفتات النقدية البارعة. ومحمد سمحان مهما تحدثنا عنه يبقى الكلام قليلا في حقه، وكما أسلفت عودا على بدء أقول يستحق محاضرة كاملة ويستحق كتابا كاملا، وأتمنى على سمحان أكتب مذكراته، وأتمنى على سمحان أن يجمع شعره وأن يصدره في أعمال كاملة، لأنه وثيقة تاريخية مهمة تبقى للأجيال القادمة. أطال الله عمرك يا أبا إياد وأمدك بالصحة والعافية، واغفروا لي إطالتي لأن الحديث عن سمحان يغري بالحديث. فكل الشكر والتقدير لكم على استماعكم، كل الشكر لأستاذة الشيخ وأستاذة أسراء حيدر وإلى مي الرائعة شاعرتنا الأميز. شكرا. شكرا بحجم الفخر أنك بيننا. طبعا محمد سمحان رحلة عطاء طويلة، نادي أسرة القلم، الجائزة التي أطلقت باسمه للشعراء لا ننسى، مقدم برنامج فلسطين في القلب، مشاركاته في المهرجانات عبر سنين طويلة والرحلة طويلة طبعا. حتى نذكرها هناك شاهد آخر، سعادة السفير إبراهيم عواودة سيذكر شهادته بحق الشاعر الكبير. شكرا يا ستي، يعني يشرفني أن أقول كلمة قصيرة بحق الأستاذ محمد أبو إياد. يعني كما قال الأستاذ سعيد يعطيك العافية، ما قصرت والله، وكما قلت يعني الحديث عن سمحان يغري، وهو بحاجة لمحاضرات أو حتى كتاب يكتب عنه. ولكن أنا يعني هو ذكر أبو إياد إنه كنا التقينا في السابق طبعا مرتين، مرة حين كنت غضا طريا في أول خطواتي في عالم الشعر،
زرته في الدستور وعرضت عليه بعضا من قصائدي فقال اذهب يا فتى فأنت شاعر، لكنه نصحني بأن أقرأ كثيرا كما ذكر. وأذكر أن الدفتر الذي كان معي وفيه بضعة قصائد أشر بقلمه البك الأزرق على أحد الأبيات وقال هذا بيت رائع والله، وما زلت أذكر البيت. طب يا ريت تحكي لنا إياه. البيت هو من قصيدة قصيرة عنوان ثورة النفس على ما أعتقد، أقول فيه أعظم الثورات يا صاحبي ثورة المرء على نفسه. قال لي أبدعت. طبعا نصيحته كانت مهمة أنه اقرأ كثيرا، فاستمرينا بالقراءة ثم التقينا قبل بضعة سنوات بعد عودتي من السفارة في تشيلي في مسرح عمون، وجددنا المحبة واستمرت العلاقة إلى الآن وإن شاء الله لسنين طويلة قادمة. شهادة المحب مجروحة كما تعلمون، ولا أريد أن أزيد شيئا على ما قاله الأستاذ سعيد، أستاذنا وشاعرنا الكبير أستاذ سعيد يعقوب. هنالك موقف طريف حصل قبل فترة، كنا قبل بضعة سنوات ربما في 2017 قبل أن أذهب إلى جنوب أفريقيا، كنا في أمسية وكانت الأمسية للأستاذة إسراء حيدر، بعد أن أنهت أحد الحاضرين سأل سؤالا لأنه يعرف أن الأستاذة إسراء هي بنت الشاعر الكبير الأستاذ الوزير والسفير حيدر محمود، فحب أن يعرف من باب الفضول أنه هل ممكن يكون الشعر يجي بالوراثة؟ هذا كان مضمون السؤال، هل ممكن تكون هي ورثة الشعر من أبيها؟ فهي ردت طبعا بأنه يعني على ما أذكر أنه هو لا موهبة من ربنا تكون موجودة، ربما وجودها في بيت أبيها الشاعر والمكتبة الوفيرة بتوفر لها فرصة، إنما يجب أن تكون الموهبة موجودة عند الشخص نفسه بغض النظر عن مواهب أفراد العائلة. وتحدث بشيء من هذا القبيل أبو إياد وأضاف إنه هناك فنون يعني للشعر ويجب أن يلم بها الشاعر وإلى آخره. أنا في اليوم التالي خطر في بالي أربعة أبيات كتبتها مع ذكر هذه المناسبة وحطيتها في منشور على الفيسبوك، فقلت مخاطبا ذلك الشخص أو أي شخص يحب يكتب شعر، يا طالب الشعر سل، يعني اسأل نفسك الأول، يا طالب الشعر سل، هل في بذرته في الروح كامنة والأحمر القاني؟ إن كان ذلك فاقصد بحره عارما يفيض بالخير من در ومرجاني، واسأل ربابنة خاضوه قبلك عن أخباره وامتلك أسرار رباني، واقطف من اللغة الغناء ما حملت أغصانها الخضر من تين ورمان، يطعك ما شئت من شعر تراوده فالبحر سمح وبحر الشعر سمحان. هذه شهادتي لمحمد صلى الله عليه وسلم. هذه خير الشهادات. تبقى تربة الأردن خصبة دوما بالإبداع. معي أيضا ضيف الشرف رئيس اتحاد الكتاب الأردنيين السيد الشاعر عليان العدوان، لا سيقدم شهادة بحكم صداقته بالشاعر محمد صلى الله عليه وسلم. مدفوعة يا عليان، مدفوعة يعني ضبط حالك تستاهل اللي بدفع لك إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله مساءكم جميعا إخوة وأخوات، ويطيب المساء بكم فطبتم مساء. شكرا لشهد الروح الأستاذ فاتن، الأستاذ مي،
والأستاذة أسماء حيدر محمود. شكرا لكم على هذه الأمسية الطيبة وفرسانها الأستاذ إبراهيم والأستاذ محمد سمحان أستاذي. طبعا محمد سمحان علاقتي ومعرفتي به منذ عام 1990 مش يوم ويومين. محمد سمحان له بصمات كبيرة في الثقافة الأردنية والعربية. محمد سمحان هو مؤسس أغلب وأقدم هيئات ثقافية بالأردن، مؤسسها بالفعل نعرف هذا الحكي. محمد سمحان هو السياسي والشاعر الكبير الفذ، وكثير من الشعراء تلمد على يد محمد سمحان. محمد سمحان تقريبا حوالي 25 عام تزامن نحن وياه باتحاد الكتاب، وكان من المؤسسين لاتحاد الكتاب. فمحمد سمحان ليس بالسهل ان اقف امام محمد سمحان بصراحه، ولكن مع ذلك وتعاطف دائما مع الشعراء ومع الادباء استطعت ان اقف امام هذه الطامه الكبيره. محمد سمحان اذكر بانه قال في يوم من الايام: عما نوتيه عزة وجلالا وغني على شفا المجد موالا. هذه كانت موال. انا كما حافظها يعني منيح. هذه كانت مغناء أردنية، وكانت هذه الأمسية تفتخر بهذه الكلمات. في الأردنيات في هذه الأمسية كنت أتمنى أن أسمعها من محمد سمحان. خلص نعمل وحدة ثانية. بس وعندي باتحاد الكتاب أيضا. فالشرف العظيم أنه محمد سمحان بيكون فارس هذه الأمسية مع الأستاذ إبراهيم العواضة. ومحمد سمحان هو لا شك له غبار، رجل تاريخ ورجل إعلام، وكل فترة يشرفنا بزيارة الاتحاد الكتاب. وثقوا تماما ساعتين او ثلاثه نتسمع محمد سمحان لا نمل نهائيا من هذا الرجل ومن احاديثه التاريخيه واحاديثه السياسيه المتعلق بالسياسه، وهو رجل مناضل ايضا. لا نخفي الجانب النضالي لمحمد سمحان، فناضل هذا الرجل ولكن لم ياخذ حظه بنصيب بيده. ليش ما بعرف؟ لا ابدا، يكفي كلام. كفي انه اخذك انت. كفي كلامك. فحياكم الله جميعا. اشكر طبعا بيت الثقافه والفنون وشذا الروح والاستاذ المجالي، شكرا لك دائما، انت في الطليعه وانت مقدم الرجال، حياك الله. شكرا لكم جميعا، وشاكر وجوه محمد سبحان فعلا قد ما احكى محمد سبحان انا ما استطيع في حقه. فشكرا لك يا معلم. والله يعلمني ضمن السياسية الانتخابية عام 1992. عن طريق توافقت انا وياه فترة طويلة، واخيرا كان في نهاية لقاء انا وياه سلم الله هو. شكرا. يعني نجحت وفقت هو. من يلهم عاشق الوطن فكرة وصول الأمواج العالية إلى أعالي القمم، يجيبني الشاعر علي الفاعوري. رحبوا معي الشاعر علي الفاعوري وشهادة. ورطوك يا علي ورطوك. ولا حدا متفقين معه. ما عدا مساء الخير. انا اسف يا علي حبيبي، انا اسف جدا حبيبي. تحياتي للجميع، وكما ذكر البعض بان هذه ورطه، وان كانت ورطه جميله، ورطه جميله. بدايه بفريق شذا الروح ممثلا ب الأستاذة مي والأستاذة إسراء والأستاذة فاتن
وشكرا لبيت الثقافة والفنون، الشكر طبعا على هذه اللفتة الكريمة السامية في تكريمنا جميعا بتكريم أستاذنا الكبير أستاذ محمد سمحان. الكثير من الشكر أيضا للفرصة التي أتاحت لنا لقاء سعادة الشاعر الجميل أستاذ إبراهيم العواضي والاستماع إليه، ولقاء الأستاذ سعيد يعقوب والاستماع إلى الدرر التي أشار إليها الأستاذ سعيد يعقوب والذي لم يبقي لنا ما نتحدث حوله أو به عن الشاعر الكبير الأستاذ محمد سمحان. أنا فقط أريد أن أشير إلى بداية معرفتي بالأستاذ محمد سمحان وكيف كانت. وطبعا الجميع يعتقد أو يعرف بأن علي الفاعوري رجل طارق على المشهد وحديث العهد بالمشهد في عام 1986. بس كل يوم إلك المشهد سنة. أشكرك. عام 1986 شاركت مرغما بمسابقة للشعر على مستوى وزارة التربية والتعليم، كنت طالبا الثانوي، وأرغمني معلم اللغة العربية، وشكرا لكل معلمي اللغة العربية في الأردن على المشاركة في قصيدة، وأذكر كانت بمناسبة الذكرى الرابعة لمجزرة صبرا وشتر، فكنت قد كتبت نصا طفوليا أوحى لي به أو أوحت لي به المشاهد الدموية لتلك المجزرة التي ارتكبها العدو الغاشم في صبر وشتر. وبالمختصر عندما قرأ المعلم اللغة العربية آنذاك تلك القصيدة طلب مني أن أشارك في إحدى المسابقات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، وفازت هذه القصيدة بالمركز الثاني أعتقد على مستوى لا بالتأكيد على مستوى المملكة كنص شعر. كان في التلفزيون أو في الإذاعة الأردنية برنامج كان يبث برنامجا يعنى بالشعر في مساء كل يوم جمعة الساعة 10 مساء، كان يعده ويقدمه الشاعر علي الفزاع. فاتصل بي وكانت مفاجأة كبيرة، و يعني لم أكن أتوقعها. اتصلت إحدى السيدات من الإذاعة وردت والدتي عليها رحمة الله أشكر جيدا، وطلب المهم مني أن ألتقي بي أو أذهب إلى الإذاعة في اليوم الفلاني لألتقي بعلي الفزاع وإلى آخره. وذهبت إلى البرنامج والتقيت بعلي الفزاع. فما أريد أن أشير إليه إلا أنه أشاد الأستاذ علي الفزاع الشاعر آنذاك بتجربتي أو بقصيدتي وشجعني على الاستمرار وأهداني كتابا، قال لي هذا الكتاب من الكتب التي ستثري تجربتك الشعرية. كان ذلك الكتاب أناشيد الفارس الكنعاني لشاعرنا الكبير العظيم الأستاذ محمد سمحان. هاي بدون مقاطعة يعني شبيهة بكثر حبيبي ديودي. هذه الحقيقة، هذا ما حدث معي. كتب وقال أنا تتلمس على ديوان. نعم أنا هذا ما حدث معي. وبعد ذلك قرأت طبعا أناشيد الفارس الكنعاني، وكنت أقرأ اسم محمد سمحان فقط في جريدة الدستور. هاي القصة علي بيعرفها سمحان ولا الآن؟ لا هذه الآن بحث بها فقط أول مرة الآن يا أبويا. تكملة القصة في العام 1990، ويذكر الأستاذ محمد الأستاذ عليان العدوان جيدا، بدأت أرتاد
بعض المنتديات الثقافية في بداية عهد الجامعة. قبل ذلك في النادي العربي للثقافة والفنون كان يديره المرحوم الدكتور معين القدومي، وكنا صبية، يعني أقول ذلك وفعلا كنت صبية، ودفعني الفضول إلى الذهاب بأمسية وأخرى وهكذا، وتتالت الزيارات إلى أن تعرفوا علي وطلبوا مني أن أقرأ في ليلة معينة شيئا من الشعر. نترحم بالله على محمد الفاعوري عليه رحمة الله، عليه رحمة الله العم أبو محمد الفاعوري، هو من كان يأخذنا في تلك الأمسيات، أنا والأستاذ علي العلوان. طبعا الأستاذ علي العلوان يقبرني بمراحل كثيرة. وطلبوا مني أن وطلبوا مني أن أقرأ في ليلة معينة نصا شعريا، وكنت غرا غريرا، وفعلا ذهبت بكل ما في الطاووس من غرور لأقرأ شعرا. وعندما دخلت إلى القاعة في النادي العربي للثقافة والفنون كان الحضور مهيبا، وكان أول الجالسين محمد سمح، وقرأ قبلي زميل لنا، وقبل أن يأتي الدور علي ارتكبت الفرار من تلك الأمسية ولم أقرأ خشية أن يستمع إلي محمد سمحان. نعم فررت في ذلك المساء ولم أقرأ شعرا أمام محمد سمحان. هذا هو محمد سمحان بالنسبة لي. ثم لا. لا ثم توالت السنوات، وأفخر الآن بأنني من الشعراء الذين يستحسن شعرهم شيخنا الكبير الأستاذ محمد سمحان. أدعو الله ضمير الشاعر المبدع وراءها ساندة، ويجب أن نحفظ بشهادتها. لا أشوف أدخل في أمور ما بيصير على الإعلام. لازم شو بدي أحكي فيه؟ بوصلة الشاعر مشاعر إنسانية أنت اللي توجهينها. ممكن ترحيب كبير بصديقة هانية الفنانة التشكيلية. طبعا الحساب في البيت يعني. انا الحقيقه ما بقدرش احكي لسببين. اولا ما بقدر احكي لكم الاسرار، وثانيا لانه اذا حكينا اي شيء رح نتبهدل بالبيت. هي حكاها قبل ما اطلع قال لي لا تحددني. لا بس بشكل عام هو انسان رائع طبعا، بس ما بصير يعني كيف بدي اقعد احكي هلا هيك اشياء، فلازم احكي دم. نحن قابلين منك الصح. لا عليك يا استاذ هلا احكينا، بس انت بالوجه قصه تعيينه بالجامعه حكينا موقف طريف. اكيد حكى لكم اياها كثير، في ناس كثير ما بيعرفوا موقف طريف او غريب. انا بتعرف بس احكيها بقول لك كثير حقيقه. مضبوطه طبعا. لا احنا التقينا يعني التي ينطبق عليها خير يعني خير دليل عليها بيت الشعر المشهور الذي يقول مصائب قوم عند قوم فوائد. برافو، معروف مين المصائب. نعم.
لا بشكل عام انا يعني ما بقدر احكي الا يعني طبعا ما ممكن اذا استفردتوا بالستات ما راح يمدحوا زيجانهم. انا متاكده انتم ليش راح تقول الاشياء المكتومه لا لا راح لا 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 فراح فمنحاول انه يعني انه نكون يعني اكيد ما راح افشي اشياء بس بشكل عام هو انسان اثرى حياتي بشكل كبير يعني الله لا ما في شك انه اثر كثيرا واثرى ف خليني اكون مغروره وانا كمان اثريته يعني هلا كل اللي بتحكوا عنه هذا من في العيدين يعني ما والله العظيم اللي امرأة أنا يعني إن شاء الله في يوم من الأيام قريباً أقدر أعمل شيء مميز إله ولا اسمه ولا يعني شيء عندي مخطط بس أبداً من هلأ ما بقدر أحكي عنه يعني أحياناً حتى لما هو بيحكي يا أستاذ علي أحياناً لما بيحكي لك هيك قصص مثل من كيف التقينا يعني بقول له ما نسيت عم تفضحني النتائج النتائج بادية هذه وثائق للتاريخ ممكن انتو كتاب اكتب لكم كتاب فيه مش انت حكيت سعيد انه لازم كتاب اكتب مذكرات انا مع انه ونقطة جدا مهمة انه نعمل يجمع الاعمال كلها الاعمال الكاملة هذا المفروض يكون مخططنا مبكر لسه أمامنا وقت طويل مستعفين من جلي وبيخشير الثومي إلا ما هاي من بطولاته في البيت ممكن يخشب الثومي مرة بس بشكل عام يعني ما إحنا ما كمين موجودين وإن شاء الله طبعاً تطر عمر إن إحنا كمين ان شاء الله شكرا لكم طبعا انا مش راح اتوسع اكثر من هيك ليش ما انا فاجأت الكل بأبلغ معاني الحب كنا عائله واحده وسنختم لان الوقت لا يتسع سنختم بشهاده الصديق حسان المجاري ومن ثم نبدا بالتقييم صديق حسان المجالي هي آخر شهادة إن شاء الله الله يمسيكم بالخير يعني في حضرة الشعراء للسادة الضيوف يعني مرة الكرام لكن في حضرة شيخ الشعراء محمد سمحان يعني محمد سمحان أنا كنت أفكر قبل كعسكري خلينا أحكي إنه أعلى رتب عندنا مشير فريق أول أو مشير إلا إنه اكتشفت فيما بعد إنه أعلى رتب هي الشاعر أعلى من هاي أعلى من جميع الرتب فأنا بحييكم جميعا هلا محمد سمحان أجمل ما فيه إنه ما انحسب على جهة معينة محمد سمحان لكل المنتديات الثقافية ولكل الاتحادات ولكل لكل شيء فعلا محمد سمحان حتى كمان من ناحية سياسية يعني على فكرة أنا قبل أسبوع تناقشت أنا وياه بالسياسة وجدت أنه إحنا حتى العسكريين الكبار عندنا معلومات غلط فمحمد سمحان مؤرخ وسياسي فيجب أن يؤخذ بكلام ومعلومات يعني هذا البطل محمد سمحان وهذا كل ما عندي شكرا لطول عمره إن شاء الله شكرا حضور الكرام يعني شكرا لكم باسمي وباسم فريق شتى الروح أشكركم
وخليني أعطي الميكروفون للسيد محمد سمحان حابب يشكر اللي عنده وشهده. من هون. أيها السيدات والسادة، أشكركم جدا الذين تحدثوا وأخشلوني فيما قالوا، وأرجو أن أكون عند حسن ظنهم. أنا أعتقد أنه الشعر هو أعظم هبة يمكن أن يهبها الله لإنسان، وقضيت عمري وأنا أخدم الشعر والثقافة في هذا البلد، فأسست أول نادي في الأردن وهو نادي أسرة القلم، وشاركت وكنت وراء تأسيس رابطة الكتاب الأردنيين، وحينما انحرفت لم أتمكن من الاستمرار معهم، فعملت على تأسيس اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، وشاركت في تأسيس النادي العربي للثقافة والفنون، وعملت أول من عمل ملحق ثقافي في الصحافة الأردنية هو أنا في جريدة كان اسمها أخبار الأسبوع، ثم انتقلت وأسست في جريدة عمان المساء، ثم رئيس تحرير مجلة أفكار، ثم انتقلت إلى الجامعة الأردنية واستلمت العلاقات الثقافية العربية والمحلية، ثم تسلمت رئاسة تحرير القسم الثقافي في جريدة الدستور، والتقيت بكثير من الشباب الشعراء الذين لهم الفضل في استشارتي حول موضوع الأدب والشعر، وكان من أعز وأهم تلاميذي المرحوم حبيب الزودي وعلاء الفزاع، علي الفزاع، وكثير من الشباب الشعراء، وقدمت كثير من دواوين الشعر للشعراء المبتدئين، ويؤخذ علي شيئين: أولا أنا صارم في أحكامي ولا أجامل في القضايا الأدبية إطلاقا، يعني بس أمسك واحد وأقرأ له بقول له أنت في من وراك فائدة أو صف على اليمين وإطفي، ما لكش علاقة بالشعر. الشيء الثاني أني أنا بأخذ بيد الشباب الجدد وبوجههم ما استطعت، والحمد لله أنه يعني وجدت على بيدر الليلة نتاج هذا الحصاد، ويكفيني فخرا أن يشهد لي الإخوة الذين استمعتم إليهم والذين أغدقوا علي من فضلهم، وأشكرهم جزيل الشكر. أما عن زوجتي فأنا كنت موظف في وزارة الثقافة، فتختلت أنا والوزير لأنه الوزير كان زميلي في الجامعة اسمه عبد الله عولي، قاتل هو حيدر محمود أبوها لإسراء، حاولت أصلح بينهم لأنه حيدر صديقي والوزير صديقي، فأحد الوشاة قال له أنت حاطط محمد سمحان واسطة بينك وبين حيدر محمود، هذا شيطان طبعا، هلأ بيشهد لي علي العدوان في الموضوع، فقال لي استقيل أو بقيلك، قلت له لا بستقيل ولا بتقيلني، مين أنت يا فاعل يا تارك وما خليت ولا بقيت. طلعت وإذا بإبراهيم العجلوني قاعد في مكتبي، قال لي يا محمد سمحان طنيب عليك أنا، قلت له على اللي بقدر عليه يا إبراهيم الله يرحمه، قال لي بدك تروح معي الآن على الجامعة الأردنية وتقدم طلب توظيف، لأنه عبد السلام المجالي مش راضي يسمح لي أنتقل مع ناصر الدين الأسد اللي كان رئيس الجامعة وأصبح وزير التعليم العالي،
وبعد كل الواسطات اللي وداها إبراهيم لعبد السلام المجالي الله يرحمه، قال له بتروح بتدور على واحد أحسن منك بتجيبه محلك بنك لك، ما جبت بدك تضل قاعد فشي لا نقل ولا ترميل. اسمح لي بالمقاطعة. تفضل. الله يطول عمرك وظلك خيمة وارفة تظل للأدباء. حبيبي حبيبي عليا. وأنت شاعر كبير. الله يسعدك. حضور الشاعر وبعدين نكمل كتبك. الحوار طويل. طيب ماشي. ليش بدينا راح طبعا ما بديش احكي. بديش اتأخر. له موقف لأنه له موقف مني. لا أنت أستاذ كبير. تشاركني في تكريم.